انتم ساكتين ولا على بالكم شيء. كارثه وهي شنو؟ شحه المياه الماي عمي العشاير هاي الانهر راح تطلع عليكم راح تنسد. ليش تنسد؟ يخلون بس الشط الرئيسي على مود يقذ المصفايه تنطل الولايات. الثروه الحيوانيه باي باي. انتم الى متى هذا الخنوع والسكوت؟ سفاره تركيا اسدها واقول لكم عمي الله وياكم محمد وعلي ما تطولنا ما يتوكلوا بالله. شنو انت مظلتك عنده وانت قاطع علي الماي؟ انا داعشي العراقي ارهابي انت قاطع علي الماي؟ ليش كفار احنا؟ مثلا السفاره التركيه من مخليها عندك انت بالعراق لصخام ويهات هم قاطعين الماي عليك حاسبينك انت كافر انت داعشي. ليش بعد مخلي السفاره التركيه المن؟ ايران قاطع عليك الماي المن مخلي السفاره الايرانيه؟ الشعب العراقي عطش عطش كتل العطش المزارعين ماكو زرع الفلاح حذر للولايه. الى متى انتم شيوخ العشائر عمي؟ انت شيخ العشيره لما راجع لك مضيف وصاقع لك صايه وعربك وعشيرتك قاطعها العطش انت شيخ بس بالاسم؟ عمي شوفوا عله الماي كنايمين عند اهلكم ومرتاحين وماي ماكو عايشين هاي عمو مصيبه مصيبه كارثه كارثه الماي. باشر اخوانكم متظاهرين طالعين على السفاره التركيه تركيا حاسب العراق داعشي حاسب العراقيين كفار وقاطع علينا الماي. انتم كدوله كسياسيين كزباله ما تسوون سد الماي يطب ويطلع قبل. ليش؟ والله العظيم لا حلال يبقى ولا زراعة ومتفق عليها اتفاقية بأن نقطع الماي وخاصة الشعب الجنوبي. ليش؟ نايمين مو عيب مو كافي أمية ماكو آه. ليش عم احنا شو مسوين؟ انت يا اردوغان انت عمي شو اسمه هو هذا ابو ايران شو اسمه؟ من الله ينتقم منكم ان شاء الله بحق محمد وآل محمد بحق الحسين الشهيد وباشر ويجيك وتعال. بس شو تسوي؟ جبان ونذل اللي يخلي له سفاره قاطع علي الماي، جبان وعار وذيل ولوقي اللي يخلي له سفاره ببلده قاطع علي الماي، احنا مو كفار وتركيا وايران قاطعين علينا الماي.